الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، أنا سعيد اليوم أن أكون بين حضراتكم، ويسعدني كثيرا أن أكون ضيف على مهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة، ويسعدني أكثر أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي، وبحضور كريم ورعاية وترحيب كبير أسعدني كثيرا من الصديق العزيز عمرو بلفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة. وأنا أتقدم حقيقة بشكر جزيل وعرفان وامتنان للشركة المتحدة على هذا المجهود الرائع الذي أراه، وعلى الشراكة العميقة والممتدة بين كافة مؤسسات الدولة وبين الشركة المتحدة، والتي مكنتنا من أن نصنع سويا نجاحا نرى اليوم بعض ثمراته. وفعالية اليوم أعتبر أنها حلقة في سلسلة متصلة من التعاون بين وزارة الأوقاف وبين الشركة المتحدة وبين كافة السادة الإعلاميين الكرام الحضور. الحقيقة إنه فعالية اليوم فعالية شديدة التميز على البعد الوظيفي والإنساني وعلى كافة الأبعاد. تشرفنا اليوم باستضافة عدد من أبناء وزارة الأوقاف، من الأئمة والخطباء، من ذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وذويهم، ورتبنا لهم هذه الجولة وهذه الزيارة لزيارة مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين، حتى يتاح لأبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذوو القدرات الخاصة، حتى يتاح لهم أن يشاهدوا بلدهم وأن يشاهدوا وطنهم، وأن يدركوا أن بلدهم العظيم يعتني بهم ويرعاهم ويريد إدخال لحظة من السعادة والسرور على قلوبهم. الحقيقة أن هذا الحدث أسعدني أنا شخصيا، وأنا أرى أبناء وزارة الأوقاف في لحظة غامرة من السعادة والفرح والسرور مع أسرهم وذويهم، ويشعرون أن مؤسستهم الأم التي ترعاهم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الشركة المتحدة ومع بقية مؤسسات الدولة تحرص عليهم وتريد إدخال لحظة من السعادة على قلوبهم. والبدء بأبناء وزارة الأوقاف من ذوي القدرات الخاصة هي رسالة لكافة أبناء وزارة الأوقاف في مختلف مواقعهم التي يؤدون فيها رسالة الإسلام السمحة في كافة ربوع الوطن، رسالة إلى كل أبناء الأوقاف أننا إن شاء الله لن ندخر جهدا في سبيل تقديم كل صور الخدمة والرعاية الممكنة لتمكين الأئمة والخطباء والدعاء من القيام برسالتهم السامية في خدمة دينهم ووطنهم. أيضا وزارة الأوقاف تبنت في الفترة الماضية استراتيجية مكونة من 4 محاور. المحور الأول هو الاستمرار والعمل المكثف في إطفاء نيران التطرف الديني والإرهاب، والمواجهة الجادة والجسورة للبقايا الباقية من فكر تيارات التطرف والإرهاب، حتى نقطع شوط كبير في هذا، ونتعاون مع كافة المؤسسات الدينية على أرض مصر في الأزهر الشريف، وهو رأس الهرم وقمة الهرم في مؤسساتنا الدينية، ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، نصطف جميعا خلف الأزهر الشريف لنحمي بلدنا ووطننا من خطر الإرهاب وأدبياته وشعاراته وتياراته. المحور الثاني هو توجيه كافة طاقات وزارة الأوقاف لحماية الإنسان المصري من التطرف المضاد اللا ديني المتمثل في الإلحاد، في الإدمان، في الانتحار، في التنمر، في التحرش، في ارتفاع معدلات الطلاق، في حرمان المرأة من الميراث، في صور العنف الأسري، في الاستهلاكية المفرطة، في كل صور التراجع القيمي الذي يمكن أن يتسرب إلى نفسية الإنسان المصري. نعمل على تحصين الإنسان المصري من هذا الخطر بنفس القدر الذي نعمل به على تحصين الإنسان المصري من الإرهاب والتطرف. تأتي القضية الثالثة أو المحور الثالث من محاور رؤية وزارة الأوقاف، والتي تتمثل في بناء الإنسان. البناء الإنسان هو الهدف الأسمى والأعظم للخطاب الديني. الشرع الشريف جاء ليخاطب الإنسان بكل ما فيه إكرام وتقدير هذا الإنسان. درسنا شخصية الإنسان المصري ووصلنا إلى 9 أعمدة أو مرتكزات هي التي نعمل على ترميمها وتوثيقها وتشييدها،
حتى نعيد بناء شخصية الإنسان المصري الصانع للحضارة. الأعمدة التسعة التي اخترناها أن الإنسان المصري إنسان متدين بطبعه، تدين يصنع الحضارة، إنسان قوي، إنسان شغوف بالعلم، إنسان شغوف بالعمران، إنسان واسع الأفق، إنسان قائد ورائد، إنسان يقدم الخير للإنسانية، إنسان معتدل، موزون، حكيم. تنطلق كافة قدرات وزارة الأوقاف لإعادة توثيق وتقوية هذه المعاني في نفسية الإنسان المصري. المعنى الأخير والمحور الرابع هو صناعة الحضارة. نريد أن ننطلق بخطابنا الديني لإعادة بعث وإحياء كل ما في تراث المسلمين من سبق في علوم الفلك والطب والتشريح. نريد أن يعود الإنسان المسلم يقرأ القرآن فيخرج منه وقد شغف بالعلم والمعرفة، يسجل براءة اختراع، يكتشف، يبدع، يصنع الحضارة، يشارك العالم في همومه، يحلم بأن ينال جائزة نوبل، يحلم بأن يكون من الشخصيات المرموقة في العالم التي تسهم في صناعة العالم على نحو أفضل. هذه المحاور الأربعة التي أستطيع أن أقول إنها رؤية واستراتيجية وزارة الأوقاف. ننطلق بعد ذلك إلى إعداد الأئمة والخطباء وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم وحشد الثقافات التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية. الحقيقة أن هذا كان موجز عن رؤية وزارة الأوقاف، والفعالية والحدث الذي شهدته اليوم كان عزيزا على قلبي جدا. أسعدني أن أبناء الوطن من أبناء وزارة الأوقاف خصوصا من ذوي القدرات الخاصة أن يشاهدوا العمران في بلدهم، أن يتحرك الإنسان المصري في أرض وطنه فيرى مدينة العالمين الجديدة، ويرى العاصمة الإدارية الجديدة، ويرى مدينة تشكى الجديدة، ويرى مدينة المنصورة الجديدة، ويرى كافة التجمعات العمرانية، ويسعد وهو يرى وطنه يتحرك ويعمل ويبدع ويعمر. رسالة أمل ورسالة طموح ورسالة همة إلى كل إنسان يشاهدنا الآن في هذا المؤتمر. أنا أكرر الشكر الجزيل والعميق إلى صديقي العزيز عمر بالفقي الذي أعتز به صديقا عزيزا، وأعتز به رائدا من رواد صناعة الإعلام الناجح، الشركة المتحدة التي نكن لها كل التقدير ونسعد بالتعاون معها، ونشكرها على ما تفضلت به اليوم من تنظيم هذا الحدث وهذه الفعالية. أنا شاكر لك يا صديقي العزيز، ممنون لهذه الاستضافة الكريمة، وممنون على هذا المؤتمر، وشاكر لحضراتكم جميعا كل ما تفضلتم به من حضور وتغطية.